يا هلا وسهلا مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ملخص عرض رو الأسبوع. معكم شاعر أو عبد الله، وبسم الله نبدأ. أول النتائج العرض: المباراة الأولى جيف هاردي ضد شيمس، انتهت المباراة بفوز جيف هاردي بالتثبيت. المباراة الثانية: أليشيا فوكس ضد ساشا بانكس، انتهت المباراة بفوز أليشيا فوكس وبالتثبيت. المباراة الثالثة على لقب القارات: ذا ميز ضد دين أمبروز، انتهت المباراة بفوز ذا ميز وبالإقصاء، بالإضافة إلى حفاظ دين أمبروز على اللقب. المباراة الرابعة: نيفل وتيجي بيركنز ضد أوستن إيريز وجاك جالاغر، انتهت المباراة بفوز نيفل وتيجي بيركنز بالتثبيت. المباراة الخامسة: فين بالور ضد رومان رينز، انتهت المباراة بفوز رومان رينز وبالتثبيت. المباراة السادسة: تايتس أونيل ضد بيكاس، انتهت المباراة بفوز بيكاس وبالتثبيت. المباراة السابعة: بري وايت ضد سيث رولينز، انتهت المباراة بفوز سيث رولينز بالإقصاء. ثانيا، إيجابيات عرض الرو هذا الأسبوع: الإثارة في فقرة الافتتاحية بتواجد خمسة نجوم مين إيفنترز وعمل مباريات تجمعهم في نفس العرض، انقلاب جولدست إلى الدور المكروه. ثالثا، سلبيات عرض الرو هذا الأسبوع: استمرار غياب ستيفاني مكمان وبطل الكون بروك ليزنر للأسبوع السادس على التوالي. رابعا، مباراة الأسبوع: أفضل مباراة لهذا الأسبوع في عرض الرو هي مباراة رومان رينز وفين بالور، أبدع الاثنين وتألق بتقديم مباراة جدا شيقة ورائعة. خامسا، مصارع الأسبوع: أفضل مصارع لهذا الأسبوع في عرض الرو هو بري وايت، لتألقه في فقرة الافتتاح وفي البرومو الموجه لبروك ليزنر وكذلك في الحدث الرئيسي. سادسا، أبرز التعليقات: التعليق الأول من طائر حسون: يتوقع رومان رينز يهزم بروك ليزنر ويفوز بلقب الكون، وبدء عداوة بين بروك ليزنر وكيرت أنجل. التعليق الثاني من عبد الله البدر: يتوقع تطور عداوة سيث رولينز وسامو جو وفوز فريق سيزار وشيمس بفرق الرو وعودة الوحش ديف باتيستا. التعليق الثالث من قطرات الندى: يتوقع فوز دمز على دين أمبروز وتحقيق لقب القارات بسبب ملل دين أمبروز. وهنا نوصل ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. شاركونا برأيكم عن العرض تحت في التعليقات، لا تحرمونا من لايك وشير والسبسكرايب، لا تنسوا متابعة حساباتنا عبر تويتر وإنستغرام فيسبوك وسناب شات، ومشاهدة برامجنا عبر قناتنا في اليوتيوب، والاستماع لبرامجنا عبر قناتنا على الساوند كلاود تحديدا بودكاست خروج رو. كان معكم شاعر، موعدنا إن شاء الله الأسبوع القادم، إلى اللقاء.